أهلا بكم متابعين الأعزاء. حادث بأول يوم دراسة، انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة. يا رب ألطف وسلم. شهدت مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية صباح اليوم انهيار سور سلم الدور الأرضي، وأدى إلى سقوط العديد من الإصابات بين طالبات المدرسة. وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الانهيار حدث في طرابزين سلم الدور الأرضي في مدرسة المعتمدية بكرداسة بالجيزة، وليس انهيار سور المدرسة، ولا يوجد وفيات أو إصابات خطيرة والحمد لله. وأوضح المصدر أن انهيار سور السلم حدث نتيجة تدافع أولياء الأمور والطلاب للحاق بدسكات الصفوف الأولى داخل الفصول، مما تسبب في سقوط سور السلم وإصابة عدد من الطالبات وأولياء الأمور. وأضاف المصدر أن إدارة المدرسة عملت على منع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة، لكنها لم تتمكن من شدة زحام أولياء الأمور الذين اقتحموا الأبواب. وكان انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر سقوط جزء من سور سلم مدرسة المعتمدية. وقد تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني واقع التدافع عدد من طالبا مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات بإدارة كرداسة. وكلف وزير التربية والتعليم الفني بمتابعة الأمر، وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة محاسبة المسؤولين، وتبين من المعاينة حدوث تدافع بين الطلاب على سلم المدرسة مما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم. ربنا يحفظ الجميع.